بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة لاستكمال مادة التشريح، هنبدأ اليوم نتكلم عن شابتر جديد اللي بنتكلم عن التيشوز اند ميمبرينز. ممكن في مخيلتكم ان وصلنا احنا شابتر 3، انه خلال اسبوع هنخلص المادة. لا، الواقع انه في شباتر قصيرة وفي شباتر كبيرة بتطول، بدها وقت كبير. يعني احنا في محاضراتنا لما كنا في الجامعة كان عندنا الجهاز العصبي ياخد معنا تقريبا من 3 لـ4 أسابيع. فما نطلعش انه خلصنا شابتر 1 وشابتر 2 وهينا داخلين على 3، يعني كمان اسبوع زمان بنكون خلصنا. لا، في شباتر طويلة، وبرضو الهيكل العظمي برضو بياخد وقت كبير. هنشوف اليوم مع بعض اللي هو التيشوز اند ميمبرينز. النسيج التيشو يعتبر كوحدة خلايا منظمة عالية التنظيم. كل إنسان، كل جسم فيه عبارة عن مجمع من الخلايا، والمجمع هذا من الخلايا ما بيشتغلش في عزلة عن بعض، كلهم بيشتغلوا مع بعض في آلية واحدة اللي ما يعرف باسم النسيج اللي هو التيشو. التيشو هذا عبارة عن جروب of similar cells، من نفس الخلايا المتشابهة، and their intercellular substances that have a similar embryological origin، يعني له كمان الأصل تبعه الجنيني، and function together to perform a specialized activity، وبيشتغلوا مع بعض عشان يعطوا نشاط خاص. العلم تبع الخلايا والأنسجة اسمه هيستولوجي. كنا بنعرف ومن الثانوية العامة إنه في عنا 4 أنواع من الأنسجة الأساسية في الجسم. هذه الأنواع، في عنا الإبيثيليال اللي ما يعرف بالطلائي، طبعا مش هنستخدم مصطلح الطلائي، اسمه إبيثيليال لأنه فيه الأسباب تبعته. وفي عنا كونكتيف، مش معنات كونكتيف معناتها الضام، لا، هو من كلمة كونكشن، بيعمل كونكشن زي الدم والعضلات هذه. وفي عنا المصل تيشو، والرابع اللي هو النيرفس تيشو. هدول الـ4 أنسجة الأساسية مكونات للجسم. هنبدأ نتعامل ونتكلم عن الإبيثيليال. الإبيثيليال من كلمة إبيثيل معناتها ليد أون أو كفرينج. الإبيثيليال خلينا فاكرين إنه في عنده نوعين، نوع اسمه كفرينج أند لايننج إبيثيليال، والنوع التاني اسمه جلاندولار إبيثيليال. جلاندولار إبيثيليال يعني الغدد جاي من الإبيثيليوم، أو النسيج تبع الغدد جاي من الإبيثيليوم. إحنا خلينا فاكرين إنه في عنا الإبيثيليوم ينقسم إلى قسمين، كفرنج ولايننج، وهذا حنشوف التفصيل تبعه، والنوع الثاني جلاندولار إبيثيليوم وبرضه حنشوف التفصيل تبعه. الوظيفة تبعته، بما إنه بيكون من الخارج وبيحدد التجويف من الداخل، معناته هو من الخارج هيعملنا بروتكشن، ومن الداخل ابزوربشن فلتريشن وسكريشن. طبعا سكريشن ليش؟ لانه قلنا في كمان الجلاندولر، كمان الغدد جاي من الابيثيليال، فالغدد معروف مشهورة معرفتنا إلها انه تعمل عملية السكريشن. هذا النسيج الابيثيليال بيغطي البادي سيرفيس واللاينز البادي كافيتيز والدكتس اللي تبعت الغدد، دكتس اند فورم جلاندز، وبكون الغدد. وان في منه نوعين، نوع الكفرنج واللايننج، والنوع الثاني اسمه جلاندولار ابيثيليال. خلينا نتكلم احنا عن الكفرنج واللايننج في البدايه، بعدين هنتكلم عن الابيثيليال. هذه الصوره بتوضح هنا كيف انه الغدد جلاندولار ابيثيليال
كيف إن الغدد جاي برضو من الإبيثيليا. نتكلم في البداية أول إشي عن الكفرينج واللايننج. It forms the outer covering of external body surface and the outer covering of some internal organs. الكفرينج واللايننج قلنا عبارة عن إيش بتعمل؟ يبطن بيبطن يعني من الخارج، أما من الداخل بيعمل تبطين تجويف الجسم من الداخل زي الأجهزة التنفسي الجاسترو انتستاينال البلد فيسلز and make up along with nervous system nervous tissue the parts of sense organs for smell hearing vision و touch. يعني كمان بأخذ جزء من الجهاز العصبي زي أجهزة الحواس اللي هي زي الشم والسمع والرؤية واللمس. It is a tissue كمان from which gametes develops. كمان من نفس النسيج هذا بتطور الجاميتس اللي هي البويضة والحيوان المنوي. الكفرينج واللايننج مقسم حسب الطبقات تبعته أو يصنف حسب الطبقات تبعته وحسب الشكل تبع الخلايا. ايش المقصود في الموضوع هذا؟ حسب الطبقات يعني ممكن يكون ذو طبقة واحدة واللي اسمه سيمبل، وممكن يكون متعدد الطبقات واللي حنسميه اللي هو ستراتيفايد. ممكن يكون في عنده التصنيف تبعه حسب الشكل تبع الخلية، في خلايا مسطحة فلات، في خلايا مكعبة، وفي خلايا طولية. هنشوف الكلام هذا في اللي جاي. نيجي نقول أول حاجة حسب اللايرز، حسب الطبقات تبعته. حسب الطبقات تبعته في عنا ثلاث أنواع. نوع اسمه سيمبل، سيمبل يعني طبقة واحدة زي هذا. السيمبل هذا فيه منه ثلاث أنواع من الخلايا وهنشوفهم. نوع اسمه سكويموس اللي هو فلات سيلز، ونوع اسمه كوبويدال المكعبة، وكل من اللي هي الطولية. لاحظوا عليهم كل واحدة من الأنواع تبعت الخلايا هذا عبارة عن سيمبل يعني سطر واحد. في النوع الثاني اسمه ستراتيفايد، ستراتيفايد يعني طبقي ذو طبقة ستراتيفايد. إذا عندنا سيمبل وعندنا ستراتيفايد. في النوع الثالث اسمه كيف بدنا نلفظ هذه؟ أكيد في ناس منكم هتقول بسودو وسيدو وإلى آخره. هذه البي سايلنت، المصطلحات الطبية البي سايلنت، فتلفظ سودو ستراتيفايد، سودو ستراتيفايد. إيش معنى سودو؟ مش معناتها كاذب، بدناش نستخدم كلمة كذب. سودو معناته يشبه، بيشبه. ليش التسمية هذه تبعته انه بيشبه الاستراتيفايد؟ لانه احنا لو اطلعنا على الشكل هذا للوهلة الاولى بيوحي لي انه استراتيفايد. طبعا عليه هيك من بعيد بنشوف كأنه استراتيفايد زيه زي هذا اللي في الجهة هذه، لكن لو قربنا منه اكثر بنلاحظ ان الخلايا كل خلية لها النواة تبعتها. يعني هاي الخلية هذه هيك، الخلية اللي جنبها، لكن ما فيش سطر من الخلايا وفوق منه سطر تاني. لاحظوا كيف خلايا كل خلية بحالها بالنواة تبعتها، لكن الشكل تبعهم العشوائي هيك اللي معمول هذا بيوحي لي قلنا من البداية انه كأنه استراتيفايد، لكن لو قربنا عليه هنشوفه انه سودو استراتيفايد. إذا نرجع بنقول أنا في عندي ثلاث أنواع حسب الطبقات، في عندي ثلاث أنواع من الأنسجة: سيمبل إبيثيليوم، ستراتيفايد اللي هو طبقي ذو الطبقات، وسودو ستراتيفايد اللي هو بس هو عبارة عن one single layer. إذا هو عبارة عن single layer لكن مبين إنه
بالشكل تبعه انه to have many lives. هذا بالنسبة له من ناحية اللايرز، من ناحية الطبقات. طب من ناحية الشكل تبع الخلايا، هل الشكل الخلايا في منها سكويمس، سكويمس يعني فلات زي هذه الخلايا اللي احنا شايفينها هنا، كوبويدال مكعبة زي هذه، والنوع الثالث اللي هو الكولومنار اللي هي الطولية. النوع الرابع ترانزيشنال، ترانزيشنال يعني انتقالي. ايش يعني انتقالي؟ يعني انه النوع هذا من الخلايا بتغير الشكل تبعه حسب الوضعية. على سبيل المثال الخلايا اللي موجودة في المتانة البولية، الخلايا اللي موجودة في المتانة البولية لما بتكون المتانة فاضي بيكون شكلها دائري، لما البول بتبدأ تجمع البول وبيبدأ البول يضغط على الجدار تبع المتانة البولية بتبطل دائرية، بتصير فلات، بتنضغط بصير شكلها فلات. بعد ما بروح البول ترجع للشكل الدائري تبعها. إذن هذا النوع من الخلايا اسمه ايش؟ ترانزيشنال، اللي هو انتقالي. نبدأ نشوف تفاصيل النوع هذا اللي هي الكفرينج واللايننج. نشوف أول واحد السيمبل إبيثيليوم، سيمبل يعني طبقة واحدة، وهنشوف من السيمبل الثلاث أنواع من الخلايا. إذا بنقول السيمبل في عندي السكويمس، وفي عندي الكوبويدال، وفي عندي الكولومنر، تمام؟ الفلات، المكعبة، والطولية. أول نوع هنتكلم عنه سيمبل سكويمس إبيثيليوم. هناخد النوع الأول اللي هو السكويمس، سكويمس معناتها إنه الفلات، فلات سيلز contain single layer of flat skin like resemble tiled floor. هذا النوع اللي هو زي ما احنا شايفينه في الصورة فلات، وين بنتخيل يكون مكانه؟ المكان اللي بده يكون فيه بده يكون في الأماكن اللي فيها عملية امتصاص، عملية تبادل، لأنه مش معقول إنه ربنا يخلق في المكان هذا اللي بده يكون فيه امتصاص أو تبادل، زي مثلا الحويصلات الهوائية. الحويصلات الهوائية بدها تاخد الأكسجين وتعطي ثاني أكسيد الكربون، فمش معقول يكون هناك النوع من متعدد طبقات، ولا إنه يكون من نوع طول الخلايا أو مكعبة الخلايا. ليش؟ عشان يحصل عملية سهولة التبادل. كذلك في الكلى، في الكلى بده يصير امتصاص للمي، بده يصير امتصاص للأملاح، للبروتينات، هذه كليتها بدها طبقة واحدة، ما بدهاش متعددة الطبقات. كذلك الأمر في الأوعية الدموية، في الأوعية الليمفاوية، في تبادل هنا. فالمفروض إنه بكون النوع تبع الخلايا أو الأنسجة اللي هناك من النوع السيمبل وسكويمس. لازم يكون من النوع السيمبل وسكويمس عشان سهولة عملية التبادل. النوع الثاني من السيمبل في عندنا الكوبويدال المكعبة. المكعبة هذه موجودة بشكل بحيث إنه تتحمل شوية ضغوطات، لكن بنفس الوقت تقوم بالدور تبع، على سبيل المثال العدسة تبعت العين، عدسة العين بتخيلي لو كان نوعها استراتيفايد متعدد الطبقات، طبعا الضوء مش هيدخل، أو هيدخل بصعوبة، أو هيدخل متأخر. طيب لو كان من النوع السكويمس الفلات، معناته أي خدشة، أي ريح، أي غبرة راح تخدش عدسة العين. فربنا خلق النوع هذا إنه يكون سيمبل، لكن بنفس الوقت إيش؟ كوبويد. لاحظوا كيف السماكة تبعته أكتر من اللي شفناه في السكويمس. إذن هذا النوع من الخلايا أو من النسيج موجود في وين؟ في الأوفري المبيض، وبنعرف المبيض حجمه صغير. الـ anterior surface of lens of the eye، الريتنا الشبكية، والأنابيب تبعت الكلى. النوع الثالث اللي هو الكولمنر إبيثيليوم، وين هذا بده يكون؟ هذه خلايا طولية، طولية يعني المكان اللي بدها تكون فيه بده يكون مكان فيه إفراز وامتصاص.
إفراز عشان الخلايا الطولية هذه توصل الإفراز لمدى أبعد، وبنفس الوقت بدها تكون خلايا طولية للمكان اللي فيه الامتصاص عشان يكون المسطح تبع الامتصاص أكبر. فهذه الوظيفة تبعتها عبارة عن secretion, absorption, protection والابريكيشن اللي هو الترطيب. هذا النوع موجود انه ايش lines in gastrointestinal tract in gallbladder excretory duct of many glands. الان هيك بنكون خلصنا السمبل. اذا بنعيد تاني نرتب حالنا، بنقول انه الابيثيليوم هذا في عنا نوعين، الكفرنج واللايننج، وفي عنا الجلاندولار ابيثيليوم. الكفرنج واللايننج اللي بنتكلم عنه قلنا في عنا حسب الطبقات في عنا سمبل وفي عنا الستراتيفايد. السمبل نفسه في عنا ثلاث انواع من الخلايا او ثلاث اشكال من الخلايا، السكويموس اللي هي الفلات، الكوبويدال والكولومنار. الآن نروح لمين؟ للاستراتيفايد. نفس الحاجة برضو الاستراتيفايد في عنا سكويمس وفي عنا كوبويدال وكولومنر، نفس الحاجة زي السمبل. هنا ال بيعمل تبعته، نتكلم عن أول واحد عن الاستراتيفايد ابيثيليوم. بروتكتس underlying tissues، يعني وظيفته حماية الأنسجة اللي تحته from external environment and from wear and tear. بقوله بالتالي بيعملنا حماية من الأجواء الخارجية زي المزع والشد العلوي. الآن نشوف الـ stratified squamous. قلنا أول واحد stratified squamous زي ما كان عندنا simple squamous برضه stratified squamous. الآن هذا الـ stratified squamous بينقسم إلى نوعين حسب وجود مادة الكيراتين. فحيكون نوع مع وجود مادة الكيراتين وحنسميه كيراتينايز، والنوع الثاني حيكون نان كيراتينايز لعدم وجود مادة الكيراتين. إذن هذا يقسم لقسمين، نان كيراتينايز وكيراتينايز. نطلع هنا في الصورة هذه، هاي ألياف الكيراتين موجودة، وهذا النوع الثاني ما فيش عليه ألياف كيراتين. إذن في ألياف كيراتين وغير ألياف كيراتين. الآن هذا النوع خلوا بالكم stratified squamous، يعني متعدد الطبقات، لكن نوع الخلايا تبعته إيش؟ من النوع الفلات. وين بده يكون هذا المكان تبعه؟ حيكون في الأماكن اللي فيها مزع مثلا، زي موجود في اللسان وفي الفم والفاجينا. الآن لو تخيلنا إنه الكيراتينايز اللي فيه ألياف كيراتين زي النوع الجلد اللي موجود مثلا في كعب الرجل، هذا نوع سميك عشان يتحمل الفريكشن ويتحمل الأماكن الخدش، تمام؟ فتخيلوا لو كان اللي موجود في اللسان من النوع هذا، صعب بتكون حركة اللسان الفم. فربنا خلق النوع اللي موجود في الفم وفي اللسان انه صح انه ستراتيفايد وصح انه سكويمس، بس بدون الكيراتين. لانه احيانا ممكن احنا نتعرض مثلا نشرب مرة الشاي بكون سخن، ممكن مرة بشغلة في الفم هيك تعمل جرح، تمام؟ فلازم يكون من النوع ايش؟ الاستراتيفايد، مش من النوع السمبل. في النوع هذا قلنا فيه عندنا نوعين، كيراتينايزد ونان كيراتينايزد. النان كيراتينايزد زي اللي موجود في الفم والتانج والفاجينا. اما النوع الثاني الكيراتينايزد اللي هو في الاماكن اللي فيها صعوبة زي اللي بدها ريزيست فريكشن، بكتيريا الانفيجن، الاماكن اللي فيها احتكاك عالي زي ما حكينا انه ممكن يكون في الرجل والى اخره. الان نروح لمين؟ للاستراتيفايد كوبويدال. احنا شفنا الاستراتيفايد سكويمس وانه في نوعين، نوع كيراتينايزد والنوع الثاني نان كيراتينايزد. نشوف النوع هذا اللي هو الكوبويدال. الان اللي بدنا نعرفه الكوبويدال هي زي هذا،
ستراتيفايد كوبويدال. الكوبويدال والكولومينر هدول حيكونوا في الأماكن اللي فيها عملية الإفرازات، زي مثلا الكوبويدال موجود في السويت جلانز، الكونجنكتيفا تبعت الآي، الأماكن تبعت الجهاز التناسلي اللي في الميل، والفارينكس والإبيجلوتس. شوف الوظيفة الأساسية تبعتها، المين فانكشن تبعتها عملية إيش؟ بروتكشن تيشو. الاستراتيفايد كله من الإبيثيليال، كله من الليل العمودية، هذه قلنا إيش في الأماكن اللي فيها عملية السكريشن، إذا الوظيفة تبعته بروتكشن أند سكريشن. الترانزيشنال زي ما حكيت، زي اللي موجود في المتانة البولية، طلع هنا الخلايا كيف شكلها، راوندد سيلز، لما بيجي البول بتجمع هنا هيك، ايش بيعمل فيها؟ بيضغطها وبتتحول لشكل فلات، بعد ما يروح البول بترجع للشكل تبعها اللي هو الراوندد اللي موجود. فهذا النوع من الخلايا اسمه ترانزيشنال، يعني الانتقالي او المتحول. سودو ستراتيفايد، قلنا سودو ستراتيفايد اللي هو شبيه بالستراتيفايد، لو طلعنا عليه هيك كله بتهيألي انه ستراتيفايد، لكن ما هواش ستراتيفايد، برضه له دور في عملية البروتكشن والسكريشن. هذه بعض الأمثلة أو ملخص للي فات، إنه السيمبل في منه أنواع سكويماس، ونوع كوبيدال، ونوع كولومينر، ونوع اللي هو سودو ستراتيفايد. أما الاستراتيفايد برضه في سكويماس، كوبيدال، وكولومينر، وترانزيشنال إبيثيليوم. طيب نكمل النوع الثاني من الإبيثيليوم، وإن الإبيثيليوم عبارة عن كفرنج ولايننج، والنوع الثاني اللي هو كان جلاندولار إبيثيليوم. لما نتكلم عن جلاندولار، إحنا بنعرف إنه الغدد بشكل عام في منها نوعين، نوع اسمه إكسوكراين ونوع اسمه إندوكراين. هذول المين فانكشن تبعتهم، الوظيفة الأساسية تبعتهم اللي هي عملية الإفراز. المين فانكشن عملية الإفراز. هذا المين فانكشن تبعهم عملية الإفراز. الجلانديولار الغدة مكونة من one cell or group of highly specialized epithelial cell، وزي ما قلت مقسم إلى نوعين اللي هو الإندوكراين والإكسوكراين حسب الوظيفة الإخراج تبعهم. طبعا احنا نعرف إيش معنات إندوكراين وإكسوكراين. الإندوكراين الإفراز تبعها زي الهرمونات مباشرة في الدم، ولا تحتاج لأنابيب إنها توصل مكان البرودكشن لغاية مكان الأكشن. أما الإكسوكراين زي مثلا الغدد اللعابية، البنكرياس، كل هدول عبارة عن إكسوكراين، لأنه بيفرز مثلا في البنكرياس، والعصارة بتمر من خلال القناة البنكرياسية وبتصب في الاثنى عشر. اللعاب في الغدد اللعابية بتجهز اللعاب، وفي قنوات توصله من الغدد اللعابية إلى تجويف الفم، فهذه اسمها إكسوكراين. أما هذيك اللي هو الإفراز مباشرة في الدم اللي اسمها إندوكراين. الإكسوكراين اللي هو الغدد اللي هي بتفرغ من خلال زي ما قلنا إيش داكتس أو أنابيب ذات إمتي ذا سيرفيس أو الكفرينج. المين برودكتس تبعتها عبارة عن الميوكاس، الأويل، الواكس، عملية البيرسبيريشن أند دايجستيف إنزيم اللي هي الترطيب، والإنزيمات تبعت الجهاز الهضمي زي ما قلت البنكرياس. فالسويت اللي هو الغدد العرقية، والساليفري جلانز عبارة عن أمثلة من الإكسوكراين جلانز. أما الإندوكراين اللي هو الغدد المربوطة بالهرمونات، وإحنا قلنا إيش الإفراز تبعها مباشرة في الدم، فما بتحتاجش أنابيب إلها. They ultimately secrete their products into the bloodstream مباشرة أو blood system مباشرة في الدم. Secretion of endocrine عادة hormones. الهرمون نعرف إنه هي عبارة عن chemical messengers. البيتوتري إنه خامية يعني. الثيرويد الدرقية، الأدرينال جلانز، الغدد الكظرية برضو أمثلة من الإندوكراين جلانز.
طيب السؤال، نبدأ في الكلاسيفيكيشن تبعت الإكسوكراين. هل كل الإكسوكراين زي بعض؟ يعني هل الغدد اللعابية زي البنكرياس زي غدد الجهاز الهضمي؟ بالتأكيد لا، فهم حسب الاستراكشر تبعتهم مصنفين لنوعين، نوع وحيد الخلية ونوع متعدد الخلايا. زي ما نقول الإكسوكراين الكلاسيفيكيشن تبعتهم نوع وحيد الخلية ونوع متعدد الخلايا، يوني سيلولار جلاند ومالتي سيلولار جلاند. اليوني سيلولار جلاند زي ما اللي موجودة في خلايا اللي موجودة في الجهاز التنفسي، زي اسمها جوبلت. خلايا جوبلت هذه خلايا زي هيك، بتكون خلية وحيدة النواة، بتكون وظيفتها انها تصنع الميوكاس، عشان لو نزل تراب او حاجة مع النفس فبتكون الإفراز هذا بيحجز التراب إنه يدخل. هذه الخلايا موجودة في الجهاز التنفسي اسمها جوبلت سيلز، وكمان موجودة في الجاسترونتستينال والجينيتوريناري سيستم. أما النوع الثاني قلنا فيه هي هذه وحيدة الخلية، والنوع الثاني اللي هو متعدد الخلايا اللي found in several different forms، له أشكال متعددة. الأشكال المتعددة هذه لو اطلعنا على الجزئية تبعت الإفراز تبعه بنشوف إنه في عنا ثلاث أنواع منه. النوع الأول اسمه تيوبولر الأنبوبي، زي ما احنا شايفين هنا أنبوب، وفي نوع السينر اللي هو العنقودي أو العنبي، شكله زي العنب أو العنقود، وفي النوع الثالث اللي هو مشترك ما بين التنين، التيبولو السينر، يعني انبوبي عنقودي. وهذا if it contains both tubular and flask shape secretory portion. اذا في بنقول من ناحية السكريتوري بورشن جزئية تبعت الافراز في ثلاث انواع، تيبولر السينر والتيبولو السينر. هذه نفسها ايش اللي بيحصل فيها؟ في منها بيتفرع وفي ما بيتفرعش. اللي بتتفرع هنسميها مركبة compound glands، واللي بتتفرعش هيكون اسمها ايش؟ simple glands. تمام. furthermore if the duct does not branch، ما بيعطيش الأفرع تبعته، it is referred as a simple gland. and if it is branches it is composed اسمها compound glands. by combining the shape of the secretory portion with the degree of branching of the duct of exocrine glands are classified، اذا التصنيف تبعهم ممكن يكون simple او له اسم تاني اللي هو compound. هنا الترتيب تبعهم إذا بدنا نطلع ترتيب الإكسوكراين جلاندز، قلنا في عنا ممكن تكون وحيدة الخلية ومتعددة الخلايا. متعددة الخلايا في عنا النوع هذا اللي هو السيمبل، التيوبولار، برانشد، والكويلد، والأسينر. أما النوع الثاني اللي هو البرانشد، البرانشد أسينر، في منه اللي هو الكومباوند، والثلاث أنواع تبعت التوبولر والسينر والتوبرو السينر. هذه هنا التصنيف أو ملخص لكل الأنواع اللي فاتت. إذا بنعيد تاني بنقول ملخص الدرس تبع اليوم، إنه الإبيتيليا الأنسجة عندنا أربع أنواع. إحنا أخذنا اليوم بس النوع الإبيتيليا، وشفنا الإبيتيليا بنقسم لقسمين، الكفرينج واللايننج والجلاندولار. الكفرنج واللايننج حسب اللايرز، في عنا السيمبل والستراتيفايد، وحسب الشيب تبعه عنا سكويموس وكوبويد الكولومينر، وفي زي ما شفنا في نوع لو اسمه ترانزيشنال، وفي سودو استراتيفايد. اما بالنسبة للغدد ففي عنا اندوكراين واكسوكراين. الاكسوكراين في نوعين، نوع يونيسيلولار ونوع مالتي سيلولار. اليونيسيلولار زي ما شفنا تبعت جوبلت،
أما المالتي سيلولار في أن الثلاث أنواع أن التيبولر والأسينر والتيبولو أسينر، وقلنا هذا النوع في منه بيتشعب، إذا تشعب بصير اسمه كومباوند، أما إذا ما معطاش أفرع فهو اسمه السمبل. وبهيك أعزائنا الطلبة بنوصل لنهاية حلقة اليوم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.